منصور أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا برحب بفيكم في المنصة وبرحب بالسادة المهتمين، وأنا أول مرة أشترك معاكم إن شاء الله، بس أنا دايما في ندواتي هنا السجادين وكل الندوات اللي بتحضر لنا والناس اللي بتشجعني بقى، لأن أنا لسه مبتدئة. الأستاذ أحمد مرسي اللي ورا الشارع الحبيبي والأستاذ محمد مرسي. مرسي الأستاذ والله طيب حضرتك اسال الاستاذ محمد سرور علينا والاستاذ حمدي عبد العزيز، وابن انا بكتب لمصر دايما لاني انا بنت مصر ومصر امي، وبعدين انا امي متوفيه فام الصغيره ماتت وام الكبيره عايشه، وكلنا طبعا لازم نفرح بايدها ونشجع المكان اللي عليها. حاجه يعني مش اجباريه، ده حب مصر طبعا باذن الله. بحبك يا أمي، يا ساكنة في دمي، يا عشقي ومعشوقي، يا نبضي في عروقي، يا نجمة في السماء عالية، أنت في القلب غالية، يا صاحبة الكرم والجود، في هواكي أنا بدوق، يا سمرة يا ضي العين، هلاقي زيك فين، يا يلا يا أمي شد الحيل، يا بسمتي وهمسي ودليلي وشمسي ومعدتي وضلي ونيلي، فاتحه يا ضمه بابك لاخوانك واعز احبابك، وساعه الالم واياهم وفي الفرح فاكراهم، يا بهيه بين الشروق اسمك بالذهب مكتوب، اسمك خالد ومخلوق وفي القران والانجيل موجود، قلبي عليك عليك وبكايا سلاح وانين، سعد قلبها وجلجلت من سنين وسمعت في السماء، نورتي لا نورس لا نورس بعد اليوم، واليوم واليوم شفعت نوم، مكانك يا صفرة قايم هيدمر هيدمر سخون نامك، مكانك يا صفرة قايم هيدمر سخون نامك، هيصحي بابوك نايم ويحقق حلم اندثر بين الضلوع، وهيقولك انا انا موجود، انا كريم العنصرين، انا يا سمرة انا يا سمرة، انت الابية نور العين، وانا ابنك يا نور العين، انا ابن الحسين، انا ابن الهرم والنيل، انا عشقك ومعشوقك، انا قمحك انا توبك انا وعدك انا مكتوبك. شكرا للشيخ منصور، ويا رب تكون منصور على طول انت وتصميمك الجميل.